أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يعني تاني حلقة ليا معاكم، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة موفقة زي ما وعدناكم. طبعا هيكون معانا اللاعبين المميزين في كل محافظات مصر بإذن الله، من كل وجوه المحافظات ومن كل محافظات مصر كلها هنجيب أفضل لاعبين موجودين في مصر. طبعا هيكون معايا طبعا ضيف النهارده بإذن الله جمال أشرف، لاعب نادي المنصورة 2005، ومعايا طبعا والده هيبقى معايا إن شاء الله كضيف. وطبعا في أحداث كثيرة جدا في الكورة في مصر، الاهلي والزمالك طبعا انت عارف ان هو خلاص في الفاينالات، اللي هو الفاينال بتاع بطوله امم افريقيا وبطوله الابطال. طبعا هنرحب بجمال اشرف لاعب نادي المنصوره. ازي جمال؟ الله يسلمك يا كابتن، عامل ايه؟ اخبارك يا جمال؟ تمام الحمد لله. تمام طبعا. وهنرحب بوالد جمال اشرف مرتضى. اهلا ازيك يا كابتن، اخبارك ايه؟ زي حضرتك ان شاء الله حلقه موفقه باذن الله. باذن الله جمال. طبعا يعني هبدا معاك اقول لك ايه رايك في نادي المنصوره؟ نادي المنصورة نادي محترم طبعا، شرف كبير لأي لاعب اللي هو يلعب فيه. وأنا حلمي اللي أنا ألعب أوصل لفريق الأول وألعب فيه، وأتمنى اللي أنا أطلع من نادي المنصورة، أطلع من نادي المنصورة لأي نادي. يعني أنت شايف نادي المنصورة هو يعني طموحاتك في إيه؟ طموحاتك في النادي إيه؟ اللي أنا ألعب فريق أول. تلعب فريق أول. طب جمال يعني بدأت إيه؟ بدأت إزاي؟ أنا عايز أسأل برضه أعرف منك الموضوع برضه. أنا بدأت في أكاديمية كابتن عبد العزب. تمام. في شربين. تمام. كانت أكاديمية محترمة وكده. بدأت ألعب الكرة، وشافني قال لي أنت لعيب كويس، ورحت معاه ماتشات في بلاد وكده. وكانت أكاديمية محترمة. وبعدين كان بدأت إزاي تاني؟ وبدأت رحت اختبارات نادي المنصورة، وفقت في أول اختبار. تاني اختبار قابلت الكابتن محمد الدسوقي، هو اللي اكتشفني طبعا. كابتن محمد الدسوقي كابتن كبير، يعني هو ده اللي اختارك من نادي، هو ده اللي اختارني نادي المنصورة ومضاني. مضاك في نادي المنصورة. تمام. فشرف كبير لاي لاعب اللي هو يلعب في نادي المنصوره. وانا دخلت لعبت على فكره. نادي المنصوره نادي جماهير كبير. نادي جماهير كبير جدا. وعايز اقول لك ان في نجوم كبار جدا وصلوا للنادي. عمرو زكي، احمد توفيق. تمام. اللعيبه دولت يعني لعيبه كويسه جدا ووصلوا لمنتخب مصر. طبعا جماهير انت بتلعب باك شمال. باك شمال. باك شمال. طبعا استاذ اشرف نرحب بيك طبعا في البدايه. حضرتك يا كابتن. طب حضرتك يعني جمال يعني امتى، مين قال لك ان هو لعيب كويس وبعد كده بدات تكتشفه امتى، او بدات تجري بيه امتى، او الكلام ده؟ كابتن محمد الدسوقي. كابتن محمد هو برضو اللي اختاره. مين اللي وداه يعني؟ مين ودى جمال اللي خد القرار بان جمال لعيب كويس؟ طبعا انت عارف ان كل ولي امر النهارده بقى يعمل حاجه، يعني دايما يقولوا التعليم اهم من الكوره. دلوقتي في الزمن ده الكوره بقت اهم من جزء. الناس كلها بتعترف بان الكوره دلوقتي بقت لها مستقبل، فكل ولي امر النهارده بيتمنى ان ابنه يوصل ويبقى حاجه كويسه جدا في الكوره، بدليل بان الكوره النهارده بقى خلاص بقت هي اللعبه العالميه رقم واحد، وهي كل حاجه النهارده. وطبعا الكوره تحولت لاستثمار، استثمار كبير جدا، فكل ولي امر بيتمنى. فطبعا انا عايز اعرف من حضرتك مين اللي خد جمال وجري بيه ووداه انا طبعا. انت وديته نادي المنصوره على طول. اختبار اختبار وبعد كده وقع. اختبار مع الكابتن محمد الدسوقي، هو اللي شجعني ان انا اوقع. قال لي جمال من اللاعب الممتاز، يعني لعيب ممتاز. جمال على فكره يا جماعه، جمال هو باك ليفت، لعيب هايل جدا بشهاده الجميع، لعيب مميز جدا جدا جدا. واتوقع انا شفت بعض اللاعبين في الدوري الممتاز في سنه، لا انا شايف ان جمال لا يستاهل انه يلعب في الدوري الممتاز. دي شهاده وامانه، وانا اعرفه في الملعب وشفته في الملعب، عشان يبقى في مصداقيه بس للمشاهدين. هو لاعب مميز جدا جدا جدا. طب جمال، بتتمنى انك تنضم منتخب مصر الناشئين؟ اكيد طبعا، شرف كبير لاي لاعب اللي ينضم لمنتخب مصر، لان منتخب مصر حاجه عظيمه، وبنتجمع مع اللعيبه، بتتجمع من كل المحافظات وكده يعني، ونبقى مع بعض يعني وكده، وكلنا بنبقى ايد واحده في منتخب مصر طبعا. طب التيم اللي انت فيه يا جمال، يعني طبعا بيبقى عندكم الف وباء برضو في التيم؟ الف وباء موجود. الف وباء في التيم طبعا. موجود طبعا. بتلعبوا بطوله ايه يا جمال؟ بطوله ايه؟ بطوله منطقه. منطقه. انتوا ماشيين كام دلوقتي في المنطقه؟ مركز اول. المركز الاول في دوري المنطقه. بقى كده بتطلع قطاعات ولسه؟ لا لسه في تصفيات وكده، لسه ما خدناش البطوله وكده، لسه في تصفيات. بتلعبوا تصفيات عشان تطلعوا قطاعات. طبعا. وبعد القطاعات جمهوريه صح. طب يا جمال، يعني عايز اقول لك يعني الفضل لمين في يعني في ان انت تكمل مشوار، ومين بيساعدك انك تكمل مشوار وكده؟ بيساعدني الكباتن طبعا، وابويا، وكل الناس بتشجعني. كل الناس بتشجعني. طب يا جمال، انت لعيب يعني كويس وكمل وكده. انت شايف ان انت نفسك ان انت تبقى ليك يعني ليك طموح في انك تبقى في نادي تاني؟
ولا انت يعني منتظر ان انت تفضل في ناديك ومكمل وتبقى كويس؟ انا مكمل في ناديه طبعا، ولو جالي عرض من اي نادي طبعا في الدوري الممتاز انا موافق على كل حاجه. من خلال ناديك؟ من خلال ناديه طبعا، من خلال ناديك، من خلال بموافقة بيتي اللي انا لعبت في نادي المنصوره 4 سنين. 4 سنين ما كنت في المنصوره وكملت. على فكره يا جماعه، طبعا هو كل نادي في الدرجه الثانيه والقسم الثاني والثالث بيبقى استثماره كله هو اللاعبين الناشئين في الانديه. يعني ما فيش لعيب او فيش نادي بيعرف ان في لعيب كويس عنده غير انه بيقول انا عايز استثمر في اللعيب ده عشان يغطي له كل المتطلبات اللي موجوده في النادي، لان الانديه كلها بقت تصرف كبيره جدا. النهارده لو نادي المنصوره ما صرفش بكميات فلوس كبيره جدا اعتقد مش هيبقى كويس، مش هيمشي كويس في الدوري. فمحتاجين اللعيبه الكويسه اللي تتسوق عشان يساعدوا النادي ان هو لازم يكون. طبعا مش كل الانديه يكون عندها موارد، مش كل الانديه بيبقى عندها موارد، في انديه مظلومه جدا، في انديه في الدرجه الثانيه مظلومه جدا ما عندهاش موارد خالص. طبعا نادي المنصوره نادي كبير جدا وعنده جماهيريه كبيره جدا مثل جمهوريه شبين والترسانه وانديه والالومنيوم، وفي انديه كبيره جدا لها جماهيريه وشعبيه. نتمنى ان المسؤولين بس يدعموا الناشئين بشكل كبير، لان النهارده زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت الناشئين هي الثمره اللي بتنبت خير للنادي. لو انا عندي ناشئ كويس وبربيه بشكل كويس مش هدور اللي بره، مش عايز اجيب لعيب من بره. هجيب لعيب من بره ليه؟ ما انا ابني كويس، ما انا اشتغل مع ابني واتعب مع ابني. يعني ابني هو يعني انا ابني يعني هو اللي هيبقى حاجه كويسه ويطلع بمبلغ كبير، يبقى انا اديله اساعده استثمر فيه. يعني انا عايز استثمر في النادي في ابني، ابني ده اللي هيبقى حاجه كويسه اقف جنبه. اظن ان احنا كلنا كنا بنعاني من بعض الافكار السلبيه في الانديه، في ناس عندها سلبيه في الانديه، في مدرب بيبقى مش بيساعد. انا بطالبك ان انت تساعد، بطالبك ان انت تساعد اللعيب بتاعك وتقف جنبه وتقرب منه عشان يديك كل حاجه. العناد في الكوره وحش، لان الناشئ عندنا في مصر مش متوفر له كل شيء. يبقى عامله نفسيا كويس، عامل الناشئ كويس اديله، عامله نفسيا كويس عشان يديك كل حاجه ويستغنى اللاعب عن الماديات، وارد. يا احنا في قانون الكوره او مش في قانون الكوره، الانديه الشعبيه في مصر معظم الانديه بيبقى المورد بتاعتها تعبانه جدا. فانا اعمل ايه كنادي؟ انا ابني اللي هيجيب لي البيضه الذهب اللي هو لعيب كويس. تريزيجيه في النادي الاهلي ما هو نمبر 1، لعيب كبير جدا ومكسر الدنيا بره. رمضان صبحي طلع بره وكسر، ابن النادي. يوسف اوباما ابن الزمالك مكسر الدنيا، ابن النادي. شيكابالا ابن النادي. طبعا هناخد طبعا تليفون معانا من نادي سموحه، سياده اللي هو محمود صبحي رئيس البراعم قطاع البراعم بنادي سموحه ومؤسس الكوره بنادي سموحه. يا سياده اللواء صباح الخير. صباح الخير يا محمود. ازي حضرتك يا ست اللواء؟ وعلى مصر كلها بخير باذن الله. منور الدنيا يا ست اللواء والله. ده نورك يا فندم. الله يخليك. سياده اللواء طبعا انت طبعا شخصيه كبيره جدا في اسكندريه واشتغلت يعني وتعبت جامد جدا في نادي سموحه وانا عندي معلومات. طبعا حضرتك انت مؤسس الكوره في نادي سموحه او مؤسس الكوره في بعض وقت من الاوقات كان كبيره جدا في اسكندريه. انا عندي معلومه ان حضرتك شايل كتير جدا على كتافك يعني بالنسبه للقطاع وبتشتغل بضمير وبتبص بعينك والكلام ده كله. يعني هل انت شايف ان قطاع البراعم في نادي سموحه قادر ان هو بعد كده يستثمر في الفريق الاول، يعني يستثمره في الفريق الاول ويشتغل بشكل كبير، ولا انت شايف ان نادي سموحه برضه هيفضل يعتمد بعض على اللاعبين من بره مصر من بره يعني من انديه ثانيه؟ اولا انا بشكرك على المجامله اللي حضرتك قلتها. انا واحد من ضمن الناس اللي بتشتغل في الكوره اسكندريه بحب شديد. اذا كنت حضرتك بتتكلم على البراعم فاحنا في نادي سموحه عندنا كنز اسمه اولاد الاعضاء. في اولاد موهوبه بطبيعتها عندها استعداد فطري لممارسه كره القدم، وعندنا مدربين اكفاء. بينقصنا بس ان احنا بندور على الولاد الموهوبه زي الولد اللي جنبك، هو والده من خارج اسكندريه وداخل اسكندريه في حدود بسيطه جدا، ودول بيتربوا عندنا في الاكاديميات بتاعتنا. انت عارف ان سموحه ده كبير طبعا، والفضل يرجع للبشمهندس فرج عامر في انه عمل منظومه لكره القدم وصلتنا ان احنا نلعب افريقيا ونلعب ونبقى في مربع ذهبي وننافس على دوري وعلى كاس في بعض الفترات، وما زلنا موجودين على خريطه الكوره. ادى الامر ان احنا بنهتم باولاد الاعضاء
وبناء عليه ابتدت سموحه تعمل اكاديمياتها في وفروعها في جميع انحاء الجمهوريه، وده اسفر على ان احنا عندنا فرقه 2005 معظمها من اولاد الاعضاء باستثناء خمس ست اولاد موهوبين من خارج الاسكندريه. فنادي سموحه قادر على انه يطلع من اولاد الاعضاء احسن ما فيهم، وان هو يستثمر في الاولاد الموهوبين الرياضيين اللي بيجوا لنا من اسكندريه وخارجها على مستوى الاكاديميه. يعني في اسكندريه عندنا خطه واضحه تماما ان احنا نوصل بالولاد الصغيرين للفريق الاول. تمام. طب سياده اللواء، يعني خدت من كلامك ان انت في البراعم ما فيش اي لاعب بينضم للتيم، مثلا سين انا عندي 2009 و2008 و2010، ما ينفعش لاعب يدخل من بره الا لما يكون في نادي يعني من اولاد الاعضاء؟ ابدا، احنا بنستقطب المواهب اللي حضرتك بتقول عليها دي عندنا وبناخدها وبنحطها في الاكاديميات وبنأيدها تبع النادي وبتلعب معانا في دوري البراعم. احنا كان احنا بنمارس في البراعم الف وب وايه ودال، ففرقه هي المنوط بيها انها تلعب باسم الرياضيين الموهوبين، وعلى راس المنظومه دي حيدر ابو بكر، وحيدر ابو بكر ده مش غريب عليك طبعا طبعا، الاهلي ولعيب نادي الاتحاد ولعيب سموحه طبعا، هو اصلا مالي جنسيه، والراجل عنده فكره في الكوره، وانا الصراحه ما بتخافش عنه. اي لعيب موهوب بيحب يجي نادي سموحه على مغلى من فوق، واحنا عندنا منظومه، عندنا خطين متوازيين، اهتمام شديد جدا بولاد الاعضاء واهتمام شديد جدا بولاد الموهوبه من الصغار. يعني على سبيل المثال عندنا مجموعه كويسه جدا من الولاد 2009 بيكهام، وعندنا روبن ونور ومالك ومش عايز انسى حد، عندنا ولاد كويسين جدا جدا. طب سياده اللي هو طبعا سيادة اللواء طبعا هقطع في الكلام طبعا، انا عايز طبعا ما ينفعش تكون موجود معايا وما اخدش رايك في ايه رايك في اكاديميات اللي انتشرت في مصر؟ لازم اخد رايك سيادة اللواء، ايه رايك في الاكاديميات اللي انتشرت في مصر؟ شايفها ايجابيه ولا سلبيه؟ بص حضرتك، ده شيء جميل جدا جدا جدا، بس انا عندي مقوله بتقول ان المدرب اما ان يكون مدرب واما ان يكون مخرب. تمام. والاثنين على وزن واحد. فاهلا وسهلا بالاكاديميات المنظمه علميا تحت اشراف اتحاد الكوره والمناطق التابعه ليه، وفق برنامج تدريبي محدد. عارف يعني ايه حضرتك؟ تمام. يعني انت النهارده بتعلم مهاره ليها اسس، يبقى لازم الساده المدربين الصغيرين في الاكاديميات دي يجي يحضروا دورات تدريبيه عشان يعلم الولد صح. يعني انت عايز تقول استلوا ان الاكاديميات لازم المدربين اللي يكونوا فيها لازم يكونوا مارسوا رياضه وخدوا دورات عشان يشتغل مع الطفل بشكل كويس بشكل سليم وبشكل ايجابي، لان الطفل عنده نمو، لو انا اشتغلت معاه بشكل غلط ممكن تاثر على النمو بتاع جسمه، لان في ناس النهارده بتهلك العضلات بتاعه الطفل، وهو طبعا لانه مش دارس ومش واخد دورات فبتضره. لكن انا عايز اطلب من حضرتك، هل انت شايف ان كل الاكاديميات بتكون صالحه للكره المصريه من وجهه نظرك؟ لان بعض الناس قالوا ان الاكاديميات برضو بتكون يعني ايه، انا مش بتكلم على الاكاديميات اللي تابعه للانديه، لان الانديه هي بتبقى تابعه، لكن في بعض الناس بتعمل اكاديميات من تفكيرها ومن دماغها. هل انت شايف من وجهه نظرك هل دي بتبقى لها مصالح؟ بص حضرتك، اذا كان الهدف من الاكاديميه هو الربح يبقى احنا هنخرب الاولاد الصغيرين دول، لكن اذا كان الهدف من الاولاد دي ان احنا نطلع منهم افضل عناصر ونسقلهم ونبتدي نديهم للانديه الاكبر من حجم الاكاديميات، فاهلا وسهلا. لكن ان احنا نشتغل مع الولد واحنا متدرسين، اولا في عيب خطير جدا، انت النهارده حضرتك ما بتعملش كشف طبي على الولد الصغير ده اللي انت عمال توقع عليه تدريب. تمام. هل هو عنده انيميا؟ هل هو عنده فقر؟ كلام مهم جدا استلوى، كلامك مظبوط جدا جدا. طبعا الراجل اللي بيعمل اكاديميه ده واحد بياخد ولاده ويدربهم، فلا عمل لهم فحص طبي عشان يوقع عليهم تدريب، ولا عمل لهم برنامج تدريبي. عشان كده بقول لك لازم اتحاد الكوره اهلا وسهلا باي حد هيقدم لنا ولد موهبه فيه طالما هو بيحب الكوره. في ناس كتير ملعبتش الكوره وعلى شغوفه جدا بالكوره، وفي اولاد كتير ماسكين الاكاديميات بيحبوا الكوره اكتر من نفسهم. صحيح. فاحنا ما يجبش ان احنا نحبط المدربين دول والناس دي، احنا نجيبهم ونسكنهم ونعلمهم ازاي يعلموا الاولاد دول اذا كان عندهم هم قدر من الموهبه والمعرفه والثقافه. فهمني حضرتك؟ تمام. الشيء لا يعطيه.
فاهمني حضرتك؟ معاك انا معاك مثلا اذا كنت انت عندك اكاديميه وحتى لعبت كوره على مستوى البراعم او على مستوى الناشئين او في وات ايفر في اي مكان مش اشكال، بس علمني عشان اقدر اعلم. سيادة اللواء يعني استفسار يعني بعيد جدا عن نطاق نادي سموحه، هل يعني كرأي هل نادي سموحه بيحاول يكتشف بعض المواهب؟ يعني مثلا سين انا عندي لعيب مثلا 2005 يعني زي جمال مثلا، لعيب 2005 في نادي المنصور، هل نادي سموحه لو لقى لعيب كويس ناشئ بيدور عليه وبيجيبه وبيدفع فيه، ولا حتى لو نادي طالب فيه، ولا نادي سموحه بيعتمد برضه على اولاد النادي دايما من حيث لا القطاع؟ لا احنا عندنا في قطاع البراعم، عندنا في قطاع البراعم اولاد كتير جدا، اولاد الاعضاء بيحبوا يمارسوا، فاحنا بنشتغل عليهم. لكن لما بنطلع قطاع الناشئين النهارده، رئيس قطاع الناشئين ما سابش بلد، راح كفر الشيخ، راح دمنهور، راح بني سويف، بقى يفتش على المواهب دي. احنا عندنا 6 فرق منهم 4 بيلعبوا جمهوريه. تمام. فراح جاب لعيبه من كل فك عميق. سياده اللواء طبعا انا طبعا يعني طبعا انت تخليك معايا الخط، لان انت يعني وضحت لنا امور هامه جدا بالنسبه للكره والبراعم. اكيد انت حضرتك خبره كبيره جدا، عندك تاريخ كبير جدا بين حيث البراعم وقطاع الناشئين. انا شفتك بعين ان انت راجل بتبص بعينك بنظرات عينك للعيب، وبتقدر تفهم اللعيب ده كويس او وحش. انا يعني اشهد لك في حته ستيلو. ولكن ستيلو عايز اخد برضه منك يعني ترتيب نادي سموحه، هو السابع في الدوري المصري طبعا، انت يعني باخد راي حضرتك، ايه رايك في نادي سموحه السنه دي، وماشي بشكل كويس ولا، وهل الترتيب ده مرضي لمجلس اداره؟ بص حضرتك، احنا في نادي سموحه وكل الانديه، الدوري اللي حضرتك احنا بنلعبه ده فيه 3 حاجات مهمين جدا. رقم 1 البطوله خلاص راحت لصاحبها وهو النادي الاهلي، فاهمني؟ طيب. فده النادي الوحيد في المسابقه اللي بيلعب من غير ضغوط نفسيه عليه عشان يحقق البطوله. يعني لو سالت اي واحد مش بيشتغل في الكوره هيقول لك البطوله راحت للنادي الاهلي. فرق رهيب جدا في النقط ما بينه وما بين الناس. فالدوري النهارده بقى المشكلتين التانيين اللي فيه، في انديه عايزه توصل المربع الذهبي، فاهمني؟ تمام. عشان تلعب افريقيا وتلعب بطوله عربيه، فده عليها ضغط نفسي انها عايزه تدخل في المربع ده. اللي ما بيلحقش يخش المربع ده خايف، اللي هو بقى الكاتيجوري الثالث ده، خايف من الهبوط. فاهمني؟ تمام. انا بقى بعتقد ان نادي سموحه هو في المرحله اللي هي رقم 2، عايز يوصل نفسه الى المربع الذهبي. وطالما انت اشتغلت على انك تشتغل على المربع الذهبي يبقى انت مش هتوقع. اكيد خاصه ان الدور الثاني ده زي ما قلت لك مفيش غير نادي واحد بس مش هيبقى عليه ضغط في المسابقه. تمام. هو النادي الاهلي. يعني بقيه الانديه كلها سياده اللواء ان عايز اوصل للمربع الذهبي او اوصل ما هبطش. تمام. يعني سياده اللواء طبعا انا بشكرك على المداخله الجميله دي جدا، عشان طبعا انت عارف ان وقتنا يعني بسرعه كده بيروح، فانا بشكرك جدا جدا على المداخله والاجابيه في كلامك ووصولك يعني لكم من المعلومات الكويسه جدا للمشاهدين طبعا. شكرا سياده اللواء محمود صبحي. انا اللي بشكرك ليا بس كلمه بسيطه لحضرتك. انا بشكر الولد الصغير اللي قاعد جنبك هو والده، وبقول له نادي المنصوره نادي كبير، لازم يكون عندك الهدف ان نادي المنصوره يوصل للدوري الممتاز رقم 1، وبعدين نمرة 2 تفكر انت تتنقل في ظل الاحتراف لاي نادي تاني. انا ممكن اقول للولد تعالى نادي سموحه اهلا وسهلا بيك، لكن نادي المنصوره نادي كبير ونادي طلع لعيبه افاضل. يعني مثلا على سبيل المثال بدا حموده كان زميلي في كليه الشرطه وكان لعيب معايا في فرقه الكليه، واخرين وشال وسعد سليط وناس كتير. الولد اللي جنبك ده لازم يكون عنده هدف ان يطلع للدوري الممتاز مع نادي سموحه، وبعدين يفكر بقى نادي المنصورة يا ست اللواء. نادي المنصورة عشان الو. شكرا ست اللواء. طب جمال يعني ايه رايك في كابتن في كلام ست اللواء محمود صبحي؟ كلام جميل طبعا من سياده اللواء. شرف كبير له طبعا ان جه العرض من نادي سموحه. نادي سموحه نادي كبير طبعا. هو 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 بيقصد في كلامه جمال ان نادي المنصوره نادي كبير جدا، نادي تلعب من خلاله ومن خلال نادي المنصوره الدنيا كلها تجري وراك. يعني اللاعب، بص يا جماعه، اللاعب الكويس والله بيفرض نفسه على اي حد. اللاعب المميز واحد يجي يقول لي هعيد الكلام تاني، واحد يقول لي يا جماعه الكوره اصل الكوره فيها واسطه وفيها فيها. انا النهارده انا لجنه بختار وعندي لعيب مميز، واللاعب المميز ده ملوش واسطه، وعندي لعيب تعبان ما عندوش فكره، والدنيا كلها بتساهم فيه وبتدفعه. مستحيل مستحيل الناس كلها تتفق على لعيب وحش ان هو كويس، مستحيل.
انت بمجهودك وبامكانياتك وبموهبتك هتوصل. والله ما بعترف بالكلام ده. بمجهودك ومستواك هتوصل. اتعب، لو عندك هدف، لو عندك هدف وهتتعب وعايز توصل له، والله هتوصل. انا مش مع ان اللاعب يقعد يرمي كلام على الانديه ويقول لك النادي اصلا ما ساعدنيش وما عملنيش. ما بحبش الكلام ده، مش مقتنع بيه. معلش، النادي على حق. النادي مؤسسه ومنظومه بتبقى كبيره جدا، مطلوب منه حاجات كبيره جدا. فما ينفعش النهارده انا كلاعب ابطل مجهود النادي. ما ينفعش ابطل مجهود النادي. انا مش باجي على اللعيب. انتوا شفتوا حضراتكم النهارده كميه الاكاديميات الموجوده في مصر كبيره جدا. انا النهارده ما بنكرش ان في ناس بتشتغل بضمير وكويسين في الاكاديميات زي ما سيادة اللواء كان بيقول. وما انكرش ان في اي واحد في بلده وضميره كويس وعنده المصداقيه عايز يعمل حاجه كويسه لبلده. في ناس كتير جدا كويسه وفي ناس امثال كبيره جدا. بس انا النهارده كراجل لاعب ابقى عندي طموح. ما استناش ان حد يجري بيا. معايا والدي اروح النادي ده والنادي ده والنادي ده واجري واسعه. ما استناش حد. وانا لو لعيب كويس ربنا يكرمني. طبعا هيكون معانا طبعا مداخله دلوقتي على الهاتف الاستاذ احمد الجيار، هو رئيس موقع الملعب. يا استاذ احمد صباح الخير. صباح النور حريف الاخبار، وموفق دايما ومنور كده الشاشه، وان شاء الله نتالق نتالق دايما. حبيبي يا استاذ احمد ربنا يخليك. وسلامي للاعب الناشئ الجميل اللي قاعد معاك ووالده، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى حاجه كبيره ان شاء الله. الله يخليك يا استاذ احمد. طبعا انت منورنا طبعا على قناه الصحه والجمال، وطبعا انت صحفي يعني غني عن التعريف، وليك يعني لقاءاتك في اكبر القنوات طبعا، وراجل موجود على الساحه. يعني استاذ احمد، يعني عايز اخذ رايك في الفار. يعني الفار التقنيه دي طبعا يعني لسه بادئه، يعني ايه رايك فيها؟ هل انا بتكلم كوجهه نظري كمشجع، هل التقنيه ديت افقدت متعه الكوره في مصر؟ انا بكلمك في جانب جمهوري، يعني خلينا انا في الكوره، احنا بنتكلم بقى بالبلدي الكوره، الاشتياق في الكوره. هل تقنيه الفار منعانا من ان احنا نتمتع في الكوره بالكوره، وان الخطا ده ساعات لا ده الكوره دي بلانتي، لا الكوره دي انذار، لا ده يستاهل طرد. الشغف في الكوره بشكل منتظم واسلوب رائع وجميل، وعندنا اللباقه في الحوار، وان انا النهارده اطلع من الشيء بانتاج. يعني النهارده مثلا يا احمد، انا لو انا عندي جماهير في الماء الصوت بتاعهم واحاسيسهم والكره دي فاول، بتبقى شيء جميل جميل جدا للمشاهدين وللناس كلها وللكره في مصر. بتفيدنا الشغب الجميل في اللفظي، يعني ان انا اقول الكره دي بكاب بلانتي، ده الاهلي انظلم، ده الزمالك انظلم، مش عارف ايه ده. انا يعني باخد رايك. والله بص كابتن حنيفه، انا عايز اقول لك على حاجه. هو الفار ده جينيريشن جديد او جيل جديد في الكوره. يعني كنا الاول لما كنا بنسمع السماعه، لما الحكم يحط السماعه في ودنه ديت كنا بنستغربها. دلوقتي تعودنا عليها والناس بقت حباها. لكن لما تيجي الناس تبقى تقول ان متعه الكوره هتتغير، لا اعتقد ان دي هتزيد. لما تشوف فريق يعني بيحتفل ان هم دخلوا جون، وفجاه ان الحكم يروح يشوف الفار والجون يتلغي، دي برضه هتبقى من متعه كره القدم. واعتقد ان العداله لما تتطبق يبقى دي من اكبر حاجات، اكبر قمه المتعه، لما الناس تبقى كل فريق ياخد حقه. انا عايز اقول لك على حاجه برضو حضرتك، انت لو بصيت للفرق الصغيره اللي كانت بتلعب في الدوري، لما تشوف فرق لسه صاعده واجوان ليها بتتلغي، لما تشوف مدربين يقول لك احنا يبقى لينا اجوان كتير بتتلغي ونقاط بتروح مننا وترتيبنا في الجدول بيقل، لا دي الكلام ده انت كده يعني بتغير خالص الكوره، كده ما بقتش كوره. يعني توصف من كلام حضرتك يا استاذ احمد، انت عايز تقول ان انا بيبقى في تيم تعب واشتغل وصرف كتير جدا، وتبص تلاقيه بقى في قاع الدوري. عايز تقول ان احيانا بيكون التحكيم بيبقى له دور. عايز تقول ان العداله في ان الفار بيساعد الانديه في ان ياخدوا حقهم، وكل نادي بياخد حقه تماما، وبيبقى الترتيب بتاعه هو اللي موجود في الترتيب بتاع الدوري. انت عايز تقول ان هو عداله لكل الانديه عشان ما يبقاش حد ليه شكوى، ده اللي انت عايز تقوله يا زحمه، صح؟ بالظبط. انت لما تيجي تشوف، طبعا احنا مش عايزين نسمي حكام معينه، ان كان في حكام لما كانوا بيعرفوا ان هيبقوا هم هيديروا مباراه اهلي وزمالك، كانوا بيعتذروا عن المباراه دي
حكام كبيره ومعروفين بالاسم. يعني لما يبقى حكم كبير يبقى تتقال له ان انت هتدير مباراه زي الاهلي والزمالك ويعتذر عنها. قصدك الضغط الجمهور يعني الجمهور بيبقى ضغط وضغط فرقه كبيره زي الاهلي والزمالك لما انت تحكم مباراه او تدير ماتش فيها اهلي وزمالك، وانت طبعا لعبت ولعبت قدام الاهلي والزمالك وشفت الحكام ازاي بتخاف، انت عارفهم بالاسم برضه اكيد، بس طبعا انت مش عايز تقولهم عشان برضه في منهم ناس لسه بيحكموا. فديت لا الفار هيساعد ان احنا لسه شايفين في ماتش اللي فات الفار اتطبق في ماتشين. على فكره يا استاذ احمد، توضيحا لبعض المشاهدين، الفار لما جه اتطبق بعض المشاهدين او الجماهير قالت ان الفار هيبوظ لنا متعه الكوره، ففي حاجات هم تايهه عنهم، فانا احب اوضحها لهم. يعني هم ما يعرفوش ان الفار ده بيتدخل في اربع حاجات، يعني بالضبط. اربع اشياء الفار بيتدخل فيهم. اول حاجه هدف ما يبقاش هدف، طرد ما يبقاش طرد، ركله جزاء ما تبقاش ركله جزاء، واخطاء تحديد الهويه المتعلقه بالبطاقه الصفراء او الحمراء. بمعنى طبعا ان انا النهارده لعيب حصل شغف في المباراه وطلع الحكم جري على لعيب ادى اللعيب انذار او طرد غير اللعيب اللي هو اللي عمل المشاجره، يعني انا حكم طالع اعمل انذار لسين لفلان، هو لقى الحكم تاه من اللعيبه فاداه لواحد تاني، فالفار بيبلغ ان في خطا. فدي الاربع حاجات يا جماعه ان اللي هم فيهم مشكله ان الفار بيتدخل فيهم. طب عايز واحد عايز يقول لي برضه، يقول لي طب يا كابتن هل الفار ده هيوقفنا كل الماتش خمس دقائق او كل دقيقه او كل ربع دقيقه؟ لا طبعا مش طبيعي. الفار بيتحكم في الاربع بنود دول. طب ايه البند الزايد؟ يعني الفار بيقول لو في كوره زايده او متعمده بقوه في في في, في لعبه معينه تستاهل تدخل الحكم في انه يغير من قرار، ماشي وارد، يعني بيبقى وارد، يعني بيبلغ، لكن من وجهه نظره بيبلغوا بعضهم بان في خطا ما او في كوره قويه جدا او في كوره فيها عنف انت ما شفتهاش او ما لاحظتهاش، فبيبدا الحكم بيروح يعمل تشيك ويبص ويروح يعدل الامر ده. طب يا استاذ احمد، يعني عايزين نتكلم فرصه الاهلي والزمالك طبعا في البطوله ديت، ويعني مين الاقرب؟ طبعا نتمناها مصريه ان شاء الله يا رب، باذنك يا رب يا الاهلي والزمالك نتمناها مصريه، بس انا باخد رايك يا استاذ احمد، يعني مين الاقرب والاهلي والزمالك؟ عايز برضو اخد منك معلومه. هو خد بالك ماتشات الاهلي والزمالك في دوري ابطال افريقيا اللي جايه دي صعبه مش سهله، انت هتقابل الاهلي هيقابل الوداد، الزمالك هيقابل الرجاء البيضاوي، انت بتتكلم، انت لو بس لقيت لقطه كده وشفت الجماهير عامله ازاي للفرقتين دول، يعني بالنسبه لهم ده اللاعب رقم واحد بالنسبه لهم، الجماهير عامل مهم عندهم قوي. هتتكلم فنيا بقى الفرقتين عاملين، الوداد لسه كان عامل السيزون اللي فات وصل للنهائي، والمشكله اللي حصلت له مع الترجي، انت بتتكلم يعني في فرقتين كبار جدا ليهم سيناريوهات مختلفه، يعني سان داونز مثلا بالنسبه للنادي الاهلي سيناريو مختلف تماما عن الوداد. الوداد فرقه بتلعب كوره، عندك فرق شمال افريقيا، انت طبعا عارف المعلومه دي مختلفه عن الفرق الافريقيه. فلا ماتشات صعبه، بس اتوقع ان احنا في القصه بتاعت فيروس كورونا اللي احنا فيها دي مش هيبقى فيها جماهير، هيبقى عامل مهم قوي لينا، ان احنا انت عارف هنا عندنا في مصر عدد، احنا عندنا ليميت في الجمهور، احنا عندنا يعني اكتر حاجه اللي حضر المره اللي فاتت 30 ألف واحد يعني. فهناك عندهم الاستاد بيبقى مليان على اخره، انت لو شفت خدت لقطه كده والناس عندك جابوا لقطه الجماهير بتبقى موجوده في كل حاجه. فيعني ده عامل كويس لينا. الفرقه انت اول ماتش هتلعبه هناك، وبعد كده الماتش الثاني هتلعبه الشوط الثاني يعني هتلعبه هنا. فاعتقد هتبقى ماتشات صعبه. بالنسبه للزمالك مختلف، الرجاء مختلف شويه عن الوداد. خد بالك الرجاء في منتصف الجدول في الدوري المغربي، فرقه برضو يعني ممكن يبقى فيها كلام شويه.
فهم ماتشين يعني مش هيبقوا مش سهلين على الاهلي والزمالك، يعني فيهم كلام كتير. واعتقد برضو باتريس كارتيرون ابتدى يتاقلم، هو فايلر انت شفت اول ما جه ما كانش متاقلم على اجواء الكره الافريقيه وتطورها. بس احمد خليني برضو اشاركك في امر، يعني عايز اقول لك ان النادي الزمالك بيمتلك لعيبه كبيره جدا جدا جدا، يعني انا شايف ما فيش لعيب في نادي الزمالك مش موهوب، والنادي الاهلي ما شاء الله عنده كميه لعيبه كبيره جدا جدا جدا. فانا اتوقع ان هم فرصهم باذنك يا رب، باذن الله ان شاء الله، باذن الله الفرحه هتكون مصريه باذن الله، وان شاء الله الزمالك يلعبوا في النهائي. انت بس هناك، انت هناك تقفل، انت كنت مانويل جوزيه كان بيعمل اسطوره كده مختلف، كان بيعمل قصه كده، كان بيطلع في الماتشات اللي بره ارضه بيقفل الملعب خالص ويقفل الماتش اللي هو يطلع باقل نتيجه. دي كانت فكرة مانويل جوزيه كان بيتعامل بيها مع الأفارقة، وكان بيعرف يتعامل مع الكرة الأفريقية أوي. وده كان حتى هنا لاسارتي لما كان بيتمرن الأهلي كان مشكلته إن هو يعني بيبقى عايز يلعب جيم مفتوح بره. وكل طب أستاذ أحمد يعني هاخد من حضرتك كلام حضرتك، خلينا نقول إن أي إنسان بينجح بالأدوات، يعني بس عشان انا يعني انا مش عايز اقول ايه، دايما كل الدنيا بترمي الشماعه دايما على المدربين، انا بس عايز اقول كلمه مهمه جدا، والله ساعات في ناس ما بيكون عندها فكره وبتنجح في التدريب، وناس بتكون مذاكره كويس قوي وما بيكونش لهم فرصه في التدريب كويس، او الحظ ما بيجيبهمش ان هم يكونوا كويسين في التدريب. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، الاهلي والزمالك عندهم لعيبه كبيره جدا وادوات تخلي اي مدرب ينجح، ولكن معلش يا احمد هاخد حق، انا يعني طبعا نتمناها، طبعا كل الشعب متمنى ان شاء الله الاهلي والزمالك باذن الله، باذن الله الفرحه تكون مصريه. استاذ احمد هاخد من يعني منك جزئيه كصحفي وموجود على الساحه، يعني ليه مش بتخلوا في المواقع بتاعت حضراتكم، طالما في المواقع بيبقى فيه امكانيات، ليه ما بتخلوش بس او بتخلوا متابعات للناشئين؟ يعني بعض الانديه ما بتقدرش تصرف على النادي انه يصور للعيب ماتش، يعني في لعيبه بتلعب 5 سنين في انديه في قطاع الناشئين ما عندهمش لقطه في مباراه. فطب ليه حضراتكم ما بتكثفوش يعني كثره المواقع دي في مصر، ليه ما بتخلوش مثلا بعض المواقع للناشئين؟ يعني بنلاقي في القسم الرابع والقسم الثالث فيه مواقع كبيره جدا، وكان مثلا مباراه في الدوري الممتاز هم يعني موجودين للقسم الرابع والثالث، ما بقولش الممتاز به. طب ليه الناشئين ما بتخصصوش لهم لكل موقع صحفي للناشئين ومتابعه كويسه؟ لان طبعا في برامج طلعت وبقت عامله للناشئين وبقى فيه اهتمام، يعني كابتن احمد شوبير لحد الان في اي قناه بيجيب كابتن سعيد لطفي وبيتكلموا على الناشئين وبيهتموا، كابتن سعيد برضه عنده برنامج، في ناس كتير جدا محترمه جدا في الكوره يعني بيشتغلوا وعايزين يظهروا الناشئين. طب ليه الناس كلها ما بتساعدش قاعده الناشئين رغم ان هي طلعت تريزيجيه وطلعت محمد صلاح وطلعت رمضان صبحي وطلعت نجوم كبار جدا جدا جدا، لان قاعده الناشئين بقت كبيره جدا في كل الانديه. يا استاذ احمد عايز اقول لحضرتك حاجه وبخاطب كل المشاهدين، يا جماعه انا نادي النهارده عندي فريق اسمه يعني درجه اولى، انا لعيب يعني في حاجه اسمها الفيرست تيم الفريق الاول، مين بيخدم عليه؟ قطاع الناشئين وقطاع البراعم ومدارس الكوره، كل ده بيخدم الفريق الاول. لو طلع لعيب كل سنه في الفريق الاول لعيب مميز بيكون ثمره مهمه جدا بالنسبه للانديه. فانا عايز اقول كلمه مهمه جدا، يعني ليه ما بيبقاش اهتمام كبير جدا للناشئين؟ ما انت لعيب ابنك ده سنه واثنين وثلاثه ممكن تلاقيه في الفريق الاول ومكسر الدنيا، يعني ليه ما بنهتمش بالناشئين ان هو ممكن يكسروا الدنيا في مصر؟ الناشئ ده هو اللي هيبيض لك البيضه الذهب بالنسبه للنادي، مش اللي انت جايبه من بره. معلش يا جماعه اقول جزئيه يعني مش بتزعل بس جزئيه حقيقيه جدا، انا عندي نادي وعندي قاعده ناشئين كبيره جدا، انا ليه بفكر في بره؟ زي ما انا بطالب ابن النادي او اللاعب الناشئ التزم في ناديك واشتغل مع ناديك واهتم بناديك، برضه لازم يكون في اهتمام من الانديه. والله ما بقصد شيء، انا يعني انا يعني يعني طبعا استاذ احمد قاله. طب شكرا استاذ احمد الجيار طبعا صحفي بموقع الملعب، احنا اسفين جدا. يعني كل الناس تهتم بالناشئين، والله الناشئين فيهم خير كبير جدا. وبعدين طلع حاجه اسمها الاكاديميات، طب انا النهارده عندي قاعده ناشئين وقاعده براعم موجوده في الانديه، حاجه كمان افتح اكاديميات بوسع ايه؟ طيب يا انديه بوسع ايه بس؟ ما وسعش الطبقه بتبقى كبيره قوي كده عشان الناس يعني عشان الناشئ ده يحس انه ليه فرصه انه قرب من الفريق الاول. يختار على الفرازه، اعمل ناشئين بشكل كويس في الانديه، اعمل اختبارات بشكل كبير واختار اللعيبه واعتمد على اولادك واشتغل من خلال ناديك عشان يطلع لك 5 6 لعيبه تعوضك الموسم كله ويشتغلوا ويكونوا منتجين ليك،
ماديا حتى لو في انديه طلبتها. معظم اللعيبه الكبار دي كلها طالعه من انديه صغيره. اللاعب بيبقى في الممتاز به بتيجي تساله تقول له نفسك تلعب فين؟ يقول لك انا نفسي العب دوري ممتاز. بيبقى شايف ان بوابه الدوري الممتاز هي النقطه اللي هتحول له حياته. برضه بتبقى صعبه، انا بقى برضه بوصل للناشئ، خد بالك ان هي بتبقى صعبه عليك برضه، بتبقى صعبه جدا. كل ما بطلع في المستوى طبعا كل ما المستوى الكوره بيبقى سهل وبسيط وجميل. بس انا يعني احس ان ليا فرصه في النادي بتاعي. قربت ان انا العب فريق اول وامثل النادي بتاعي. ما يبقاش فيه عناد، يعني لعيب كويس عندك احتويه بشكل كبير. قرب منه واتكلم معاه وشوف ايه اخطائه وايه سلبياته. لو احنا النهارده قلنا امثال كبيره جدا هتلاقي امثال كبيره جدا ناس احتوتها ووصلت. وفي ناس اثرت مع لعيبه كانت كبيره جدا وضاعت. الكوره تحولت النهارده لكوره، الكوره بقت استثمار كبير جدا. ما بقاش في يعني طبعا القيم والمبادئ والاخلاق دي لازم تكون في صفه من صفات البني ادم او الانسان طبعا. بس احنا مش بنقول ان اللعيب يطلع عن الخارج، لا، اللعيب لازم يكون برضه حاضر ونعم واسلوب كويس ومميز لازم نربي الاجيال دي على الاحترام والادب طبعا. مصر هتفضل باذنك يا رب الاخلاق والادب وصله الرحم والخير كله في مصر باذن الله. بس انا بتكلم من وجهه نظري في نقطه ان الناشئ ده خلي عنده طموح ان هو قرب للخير بقى. هو بيلعب في عمر مثلا مدرسه الكوره بيتحول لسن الناشئين. عندي 13 سنه بلعب سنه وسنه بقول 17 سنه ببدا النهارده افكر مع نفسي العب فريق اول ولا لا. فاديله حقه لو هو يستحق اديه، واعتمدوا على الناشئين. اعتمدوا على الناشئين واشتغلوا صح مع الناشئين من صغرهم عشان العين يبقى جسمه لائق انه يلعب بدري. في ناس في انديه ما بتمرنش كويس. الاختيار يكون يعني يقف على الشطاره والتدريب والفهم والفكر والدورات. كل الانديه تتكاتف يا جماعه. تقف مع الناشئين والبراعم. في انديه عظيمه جدا. في انديه محترمه جدا في قطاع الناشئين، في قطاع الناشئين. افتكر موقف لكابتن امام محمدين وهو راجل الحمد لله حيا يرزق موجود. يعني الراجل ده كان بيروح يتفرج على مباريات ويحط في حاجه على يعني كده عشان يشوف اللعيبه كويسه. انا طولت عليك جدا ويعني انا مش هنقصر مع يا جمال، يعني نورتني وشرفتني وموجود معايا وفرحانين جدا بوجودك يعني. وطولنا بس المحادثات دي كلها ايجابيه لينا. يعني ان شاء الله بتتمنى ايه ونفسك في ايه؟ انا نفسي طبعا العب في الممتاز، اهلي او زمالك، سموحه، مقصه، انبي، مقاولين، اتحاد سكندري، الفرق دي يعني نفسي العب واوصل، بس من خلال ناديه نادي المنصوره. من خلال نادي المنصوره. نادي المنصوره لان هو بيتي. يا جماعه انا والله يعني مش زي ما وعدتكم هيبقى فيها لعيبه مميزه جدا. جمال ده لعيب باك ليفت محترم جدا. يعني انا والله شفته باين. انا يعني انا بقولها بمصداقيه وصدق. والله شفته باين. ولما اقول شفته بعيني يعني في غيره هيروح يبص عليه. هيشوف كلامي ده صح ولا غلط. يعني شوفوهم في ناديه. يعني انا مش بطلع اللعيب ان انا اقول للناس خدوه، انا لا، انا راجل بادي شغلي، ده لاعب مميز. بس وهو الراجل محترم بيقول لك النادي بتاعي والنادي بتاعي والنادي بتاعي، كلام محترم جدا. يبقى احنا كلنا نبص على بعض المراكز اللي ناقصانا في الدوري الممتاز ان انا اجيب عيل صغير واشتغل معاه. يعني في لعيبه جامده جدا لما يكون عندي باك ليفت في نادي ممتاز به، وعندي باك رايت في نادي ممتاز به، وعندي فيرود في الدرجه الثالثه، ما انا في لعيبه مميزه كبيره جدا موجوده. يا طب تتمنى ايه يا جمال؟ يعني ايه امنيتك برضو لناديك؟ يعني تتمنى ايه لناديك نفسه؟ ان هو يصعد ممتاز الف، ان هو يصعد الممتاز طبعا ده حاجه هتبقى حلوه لينا اللي احنا نلعب اهلي وزمالك والفرق الكبيره انك تطلع جمهوريه. والفرق الكبيره دي يعني، وان شاء الله بتمنى الصعود لنادي المنصوره والعب فرق اول فيتا ان شاء الله باذن الله. وتتمنى يا جمال لو في نادي جاي لك يجي لك من خلال ناديك. من خلال ناديك طبعا لان هو بيتي نادي المنصوره، لعبت فيه 4 سنين وان شاء الله اكمل. بتتمرن بتكثف من تدريباتك يا جمال؟ ان شاء الله يا كابتن. انا كنت قاعد فتره كده عشان اصابات كده يعني. لكن انت بطبيعه حياتك انت بتحب تزود؟ لا، بحب ازود في التمرين طبعا ما بحبش اقعد. اجري من النادي اروح الجيم على طول، اشتغل في الجيم وكده يعني عشان وبعد كده ارتاح. لازم يكون في راحه للجسم طبعا عشان الجسم يقدر يدي في الملعب.
لازم بنطالب الناشئين كلها بالاجتهاد، تشتغل على نفسك كتير جدا، كل ما بتزود كل ما بتلاقي نفسك رايح في مستوى طبعا حاجه عاليه جدا. لكل مجتهد نصيب طبعا، اكيد يعني لو اجتهدت ربنا هيديك. طب يعني عم اشرف امنيتك للجميع؟ امنيتي ان هو يلعب في فريق زي النادي الاهلي، زي النادي الزمالك، الفرق اللي تتمناها زي ولي اي ولي امر بتمنى هذا. وكمان ان شاء الله لعيب كويس وربنا يكرمه ان شاء الله باذن الله. يعني انا بخاطب الناس، هو لعيب مميز جدا، انا بقول وجهه نظري. فانت ان شاء الله يعني تفضل في ظهره وداعم ليه، ولما يكون نفسيته سيئه شويه من اي شيء كن انت معاه تحتويه. هو الاب دوره ان انا احتوي بشكل استحمل اصبر في خير جاي، وتمشي معاه بكل خطوه، وما تاخدش اي خطوه غير لما ترجع لحد انت بتثق فيه. يعني انا هعمل كذا ارجع لحد لازم حد طبعا لازم ترجع لحد بتثق فيه. وعايز اقول حاجه مهمه جدا يا ولي الامر، اي رساله اي حاجه ارجع لحد فاهم ومخلص ليك يوعيك. يعني اي حد بيوصل لك ان انت ده صح وده غلط بتكون انت بتثق فيه، ما تمشيش كده بدماغك. جمال ان شاء الله باذن الله نتمنى لك كل التوفيق ومن عناد المنصوره وتبقى احلى من كده وحاجه كويسه وتلعب منتخب مصر الناشئين 2005 ان شاء الله. انا المرحله السنيه اللي انت موجود فيها هجتهد ان شاء الله وربنا يكرمني طبعا ويكرم الناس اللي معايا. في لعيبه كويسه جدا موجوده في النوادي عندنا، في لعيبه كويسه جمال لا بس لعيبه مظلومه بيلعبوا في النوادي عندنا لعيبه كتير يعني كتير. عم اشرف طبعا نورتني وشرفتني. نورك يا كابتن. نورتني والله وشرفتني. نورك يا كابتن. نورتني وشرفتني جمال. نورك يا كابتن. حبيبي طبعا خلصنا حلقتنا، وزي ما وعدناكم اي كل ان شاء الله كل ما يطلع معاكم هيكون معانا نجم ولعيب كويس جدا وموجود على الساحه ان شاء الله باذن الله. وبنحاول ناخد معلومات من كل الناس المسؤوله في الانديه الرسميه عشان ناخد معلومات منهم تفيد الناس، ما بقاش في خطا، يبقى في حاجه اسمها الوضوح في كل شيء. يعني ان شاء الله القاكم في حلقه ثانيه. السلام عليكم.